التصريح مع بداية الحرب اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان كان بكلمة واحدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: سنغير وجه الشرق الأوسط ونجعله وجه شرق أوسط جديد. هذه الكلمة قالها مع التصعيد الذي كان على لبنان. برأيك سيد سمير، برأيك يعني لماذا اختار نتنياهو هذا التوقيت؟ هذا التوقيت أنا أقول لك لماذا. هذا من قال هذه الجملة؟ قالها بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة قبلها 7 أكتوبر، وقبله قال هذه الجملة: ستكون أوروبا الجديدة أو وجه شرق أوسط جديد. أنا أقصد عن تهديد نتنياهو قبل هذه حملة التصعيد على لبنان. أنا أتحدث سياسة، أنا لا أتحدث بالهواء ولا بالحارة، أنا أتحدث سياسة. من قالها قبل نتنياهو هو محمد بن سلمان حين اعتلى العرش وبدأ يتحدث باسم المملكة العربية السعودية، وهي حليفنا وحليفتنا وقناتنا مفتوحة معها منذ عدة سنوات. قالها ونتنياهو قالها في الأمم المتحدة. ولماذا هذا التوقيت مع هذا التصعيد في لبنان؟ هو بسيط جدا. هذا التوقيت الذي كان يجب أن يحدده نتنياهو هو انطلاقة التغيير في الشرق الأوسط. يعني هذه كلمة سرية متفق عليها من قبل القادة الذين يمررون صفقة القرن، وهذه النقطة هي نقطة البداية لبداية التغيير في الشرق الأوسط لوجه شرق الأوسط. سيد سمير، قبل أيام قليلة كان هناك تصريح لولي العهد محمد بن سلمان أنه لن ينجح يعني مشروع التطبيع مع إسرائيل بسبب هذه الحرب الحالية على غزة قبل التصعيد على لبنان. فبالتالي حضرتك إذا ممكن تعطيني تصريحات أي مصادر معينة لحديثك هذا بأن بالتعاون مع السعودية، حتى نكون واضحين كما تحاول أن تؤشر حضرتك، إسرائيل بالتعاون مع السعودية تريد أن تغير الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها. تفضل. ما قيل بالإعلام، ما يقوله محمد بن سلمان على الملأ، هو أمر معين وهو قضية معينة، أوكي؟ ما في جدال، ما في نقاش عليها، ولكن ما وراء الكواليس أمر آخر. وكيف يعني سيد سمير، مع احترامي الشديد لك، حضرتك كيف اطلعت على ما وراء الكواليس؟ نحن نعلم تماما وندرك أن التصريحات أحيانا تكون لأهداف معينة وهي قد لا تكون كما هي، يعني هذا الموضوع مكشوف أصبح ويعني صار واضح، لكن حتى للأشخاص اللي موجودين، للأطفال حتى واضح أنه تصريحات غير دقيقة وقد يكون الهدف منها شيء آخر تماما غير المضمون والفحوى هذا التصريح. ولكن مصادرك سيد سمير، كيف علمت بما خلف هذه الكواليس؟ حلو، يعني تسألي مصادري. كما علمت وقلت في السابق وأدركت وتحدثت عن روسيا التي اختفت في بداية الحرب، في بداية الحرب، ومن بعد ذلك بدأت تظهر. أوكي، ما بديش أحكي، مش مهم مصادري منين. مصادري ما بحكيك إياه، بحكيك إياه موثوقة جدا. وأقول لك انطلاق، تحدث بن سلمان على انطلاق أو أوروبا الجديدة أو أوروبا الشرق أوسط جديد وأوروبا الجديدة في الشرق الأوسط، هذه كانت انطلاقة معينة للمشروع. وكلمة نتنياهو في هذا التحديد هو بداية تنفيذ المشروع على أرض الواقع. أوكي.